كذا مرة واقعة على الأرض موجوعة، بس بوقف وبكمل طريق لأنه بحبها هالشغلة. هلو، واضح اسمي ريتا حبيب شعار، عمري 39 سنة، من هواية الصيد البري. أنا أم لأربع أولاد. اخترت الصيد كان عمري 12 سنة، كنت روح مع خيي اتصيد. خيي وإختي وإختي كلنا بالعائلة منتصيد. لما بلشت صيد هويتها أكتر واستمتعت فيها وكملت معي لهلأ. فصل الربيع، فصل التزاوج، فصل التكاثر، لازم الصياد يتثقف بهالشغلة. رسالة ضروري توصل لكل صياد، ونوقف صيد بفصل الربيع. بيقتلوا الأم، فإذا عم بيقتلوا 6 عصافير. صار عندي الخبرة الكافية بالخرطوش، بالبوريد، بالموسم أي متى ببلش أي متى بيخلص. الطير هو طاير، بعرف شو نوعه شو اسمه، إذا مسموح صيده أو مش مسموح. وجوزة بروح كرمالي لأنه بشوفني أنا قد ايه بكون محمسة على الصيد وبيوقف حدي. وفي أوقات منا هينة لمرة أنه تدور ساعة 2 بالليل وتطلع على الصيد ويكون في كتير شباب حواليها، بتعرف أنه ما في كتير نسوان بتتصيد. جوزة عم بيضحي كرمالي ويروح معي على الصيد. أنا بدي أقول له مرسي على هالسند. ريتا مش صيادة بس، ريتا محترفة، وأنا بتحدى كل واحد أو كل وحدة أكتر من كل واحد أنه يتصيد مثلها بهالطريقة هاي اللي عم تتصيد فيها، لأنه وين ما شفتها وسألتها بتقلي لي بالصيد بالصيد، إلا لجربت رحت معها. بس رحت معها تعرفت إنه مش بس هواية، صارت محترفة فيها. تخينة منا هينة يعني لمرة، فبدها قوة بدنية، وخاصة إنه بس بدك تمشي بالجبل بالجرد لما نبرم على العصافير بدك تعربشي كتير. أوقات بوقع يعني كذا مرة واقعة على الأرض موجوعة، بس بوقف وبكمل طريقي لأنه بحبها هالشغلة. هواية الصيد ما بتمنع أبداً أني حافظ على أنوثتي. بالأيام العادية عادي بلبس كعب وبمشي وبسهر وبروح، وأيام الصيد أنا بترك كل شيء وبلتجئ على الصيد. عندي أصحابي في منهم بينصدموا صراحة، بيقولوا لي ريتا هيدي أنت اللي بتتصيدي. أنا بدي وجه رسالة لكل أم تحب حالها وتشوف شو الهواية اللي بتحبها كمان تعملها لحتى تنجح فيها وتبدع. ينعاد على كل الأمهات بالصحة وبالسعادة، بتكون أيامهم مزدهرة بالفرح وبالصحة وطولة العمر يا رب.